حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينه فجعل يقول البينه والا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان